السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في الحلقة 11 من برنامج احذروا المخدرات، الذي يسلط الضوء على موضوع المخدرات ومخاطرها وأسبابها وكيفية الوقاية منها، والتي ستطرح على هيئة استشارة. وعنوان حلقة اليوم هي كيف نخفف من الضغوطات النفسية، جزء ثاني. أستاذة ياسر، قبل فترة قلت لي إن من الأمور اللي تساعدنا في التخفيف من الضغوطات النفسية هو عادة برمجة الجانب الفكري بشكل صحيح بعدة نقاط، وأنا دونتها وحفظتها، وخبرتين إن هنالك جانبين آخرين يساعدان على التخفيف من الضغوطات النفسية، شنو ذني؟ نعم، فالجانب الثاني هو الجانب الروحي، فتقوية الجانب الروحي له دور كبير في التخفيف من الضغوطات النفسية، ونذكر منها النقاط التالية. أولاً، استعن بالصلاة، فالمكلف إذا كان مهموماً عليه أن يلجأ إلى الصلاة بشرط أن يكون فيها خشوع، لأن الصلاة لها دور كبير في انشراح الصدر وكشف الهموم. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن إذا ضاق صدورنا بسبب المشاكل والضغوطات، فعلينا أن نلجأ للحل الإلهي الذي صرح به الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. والحل يتضمن ثلاث أمور، وهي أولا التسبيح، وثانيا السجود لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وثالثا العبادة لقوله تعالى: واعبد ربك. وهذه حلول الثلاثة تتمثل في الصلاة، لكونها بحد ذاتها عبادة وتتضمن التسبيح والسجود، ولكن نؤكد على أن يكون في الصلاة خشوع وإقبال على الله تعالى، لأن لو صليت وأني غافل عن أن الذي أمامي هو الله تعالى الغني والقادر المقتدر الذي أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، فإذا غفلت عن ذلك المعنى سأشعر بأن الصلاة ثقيلة على قلبي ولن أحصل على نتيجة. ثانيا، التوسل بالقرآن وبأهل البيت عليهم السلام، فقراءة القرآن فيها شفاء للصدور، والاستعانة بالدعاء مهم، لأن الدعاء يدفع البلاء. وأيضا نخفف عن همومنا بالتوسل بأهل البيت عليهم السلام، بزيارة مراقدهم أو مناجاتهم وأنت في مكانك، فهم سفن النجاة الذين أمرنا الله تعالى بالتوسل بهم. قال تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو بنفسه أمرنا بالتوسل بالأوصياء من بعده، وبالأخص التوسل بإمام زماننا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، كأن نصلي ركعتين صلاة الاستغاثة بالمهدي وبعدها نقرأ الدعاء الخاص. ويمكنكم أن تجدوا ذلك الدعاء بأن تكتبوا في جوجل صلاة الاستغاثة بالإمام المهدي، فحينها تخيل أنه بقربك ويسمعك، ونحن نقرأ بالزيارة: أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي، فأشكي لهم وأبكي، وستشعر حينها براحة، وسيقضي الله تعالى لك حاجتك إذا كان طبعا فيها المصلحة. حتى لو تطلب الأمر بأن تكرر الاستغاثة يوميا، سوف يزيد ارتباطك بالإمام ويقوى إيمانك، وحينها تتمكن من إدارة ضغوطاتك النفسية وتعيش باطمئنان وأمان. النقطة الرابعة هي أن يقول الفرد بنفسه بقضاء حوائج المحتاجين، وبالأخص مساعدة الفقراء والمساكين، حتى يشعر بسعادة كبيرة في نفسه حينما يرى السعادة في وجوههم ودعائهم له بالخير، وهذا بنفسه رح يخفف عن ضغوطات النفسية. وأيضا لما يساعد الفقراء والمساكين سيرى مصائب الناس، وبالتالي رح تهون عليه مصيبته، وهذا يخفف من ضغوطاته بأن يعطيها حجم أقل من السابق. بالإضافة إلى أن قضاء أنا لحوائج الآخرين يعتبر سبب في قضاء حوائجنا، وبالتالي ستخف ضغوطاتنا من حيث لا نعلم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحدا عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربه ويدعوان بقضاء حاجته. ست، شنو الجانب الثالث اللي يساعدنا على التخفيف من الضغوطات النفسية؟ الجانب الثالث هو تنمية بعض المهارات الحياتية التي لها دور كبير في التخفيف من الضغوطات النفسية، ونذكر منها ما يلي. أولا، إتقان مهارة التحكم بالغضب، فإن لها دور كبير في التحكم بالضغوطات النفسية.
ثانياً، أن تكون لدينا مهارة حل المشكلات ومهارة اتخاذ القرار السليم، وأن نعلم بأن هناك مشكلات لا تحل بسرعة، فبعضها يحتاج حلها إلى سعي وصبر وتروي، وبعضها إلى بدائل، وبعضها إلى الاستسلام والرضا، فقد تكون خيراً لنا ونحن لا نعلم. سأل رجل مهموم أمير المؤمنين عليه السلام سلام الله عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أتيتك وما لي حيل مما أنا فيه من الهم. فشقل الإمام سلام الله عليه: سأسألك سؤالين وأريد إجابتهما. فقال الرجل: اسأل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجئت إلى هذه الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ قال: لا. فقال أمير المؤمنين: هل ستترك الدنيا وتأخذ معك المشاكل؟ قال: لا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمر لم تأت به ولن يذهب معك، الأجدر أن لا يأخذ منك كل هذا الهم، فكن صبورا على أمر الدنيا، وليكن نظرك إلى السماء أطول منه إلى نظرك إلى الأرض، يكن لك ما أردت. ابتسم، فرزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم، لأنها بين يدي الحي القيوم. ثالثا، مهارة تنظيم الوقت وتقديم الأولويات، بأن تقوم بتخطيط جدول زمني لأعمالك ومهامك، وتقوم بإنجاز أعمالك المستعجلة المهمة على غير المستعجلة وغير المهمة. حينها سوف يخف التوتر، ورح تشعر بأن همومك انزاحت عن قلبك. رابعا، هناك مهارات أخرى ينبغي تعلمها، منها مهارة إدارة الحزن والحقد والثقة بالنفس وتقدير الذات، وكل هذه المهارات يمكنكم التدرب عليها من قبل بعض الدورات، علما أننا سوف نتطرق إليها مستقبلا إن شاء الله. وهناك بعض الممارسات المتنوعة التي طرحتها الدراسات الحديثة، والتي من شأنها التخفيف من الضغوطات النفسية. وما هي تلك الممارسات؟ الممارسات المتنوعة التي طرحتها الدراسات الحديثة واللي إلها دور في التخفيف من الضغوطات النفسية عديدة، أذكر منها ما يلي: أولاً، ممارسة الرياضة، فقد أثبتت العديد من الدراسات بأن ممارسة الرياضة هامة جداً، لأنها تصرف طاقة الإنسان في أشياء مفيدة، وأيضاً تساهم في إفراز هرمون الأندروفين الذي يسعد النفس. ثانيا، تناول الأطعمة الصحية وبعض الفواكه التي لها دور في التخفيف من التوتر وتقليل الضغط النفسي. وتشير النصوص الشرعية بأن الإمام زين العابدين عليه السلام يحث على تناول العنب الأسود لأنه يخفف من التوتر. ثالثا، الشموع المعطرة والزيوت العطرية، قد يساعد استخدام الزيوت العطرية أو إشعال شمعة معطرة في تقليل الشعور بالتوتر والقلق، فهناك عدد من الروائح اللي تساعد في تهدئة الأعصاب، والشريعة حثت عليه. رابعا، الكتابة، فالكتابة تعد من الطرق الفعالة للتعامل مع الضغط النفسي، فتدوين الأمور التي تسبب لك إزعاج يمكن أن يساعدك على تخفيف القلق والتوتر والتركيز على الأفكار الإيجابية في حياتك. النقطة الخامسة هو مضخة العلكة، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن مضخ العلكة يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، وأن الأشخاص الذين يمضخون العلكة لديهم شعور أكبر بالرفاهية وانخفاض التوتر. سادسا، قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء الصالحين دون الفاسقين، ووجدت دراسة أخرى بأن الرجال والنساء الذين لديهم أقل عدد من الروابط الاجتماعية يكونون أكثر عرضة للمعاناة من الضغط النفسي. سابعا، المداعبة، ومنها المزاح الذي هو نقيض الجد، فهو يقلل من التوتر ويخفف من الضغوطات النفسية، والشريعة حثت عليه إذا كان بهدف طبعا إدخال الفرح والسرور والبهجة في قلوب المؤمنين. وقد جاء في الروايات إن من خصائص المؤمن مداعبة إخوان المؤمنين، فعن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال: ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. قلت: وما الدعابة؟ قال: المزاح، لكن بشرط طبعا أن لا يترتب عليه هذا للمؤمن ويكره كثرة المزاح. النقطة الثامنة هو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة الغير طبعا مناسبة لمجالس اللهو والطرب. النقطة التاسعة هو الاسترخاء، ومنه التنفس العميق، والهدف منه تركيز الوعي على الأنفاس، مما يجعلك تشعر بهدوء أكبر وتتخلص من الضغط النفسي الذي يعاني منه الشخص. النقطة العاشرة هو السفر والسياحة، فإن له دور مهم في التنفيس عن الضغوطات، وبالأخص عند السفر لأجل زيارة المعصومين عليهم السلام، لأن يجتمع فيها الجانب الروحي مع الجانب الترفيهي. وهذه هي أبرز الأساليب التي تساعد الشخص على التنفيس من الضغوطات النفسية التي تواجهه في الحياة، ورح نكمل في الحلقة القادمة بقية الأسباب اللي تدفع الفرد لتعاطي المخدرات مع الرد عليها. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله وحفظه.